نحييكم أعزائي المشاهدين أينما تكونوا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الجريء والجميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في موضوع مميز، هنتكلم النهاردة عن الموضة والجمال. طبعا بما أن طبعا ده موضوع بيشغل نسبة كبيرة جدا من السيدات والبنات في مختلف الأعمار، ناس كتير قوي بتهتم بالموضة وعايزة تتابع ايه هي احدث صيحات الموضة، وعايزة تعرف ازاي تحط ميك اب بطريقة حلوة وايه الالوان اللي ممكن تكون مناسبة معاها وتحط ده امتى وده امتى وايه الحاجات اللي هي طالعة موضة في الوقت ده. وطبعا ده كل ده هنتابعه النهاردة في برنامجنا، وهنعرف احدث صيحات الموضة، هنشوف ميك اب ارتست وبتشرح لنا طبعا كل الكلام ده، وهنتكلم برضو مع موديل. واتمنى طبعا ان حلقتنا النهارده تعجبكم، بس كل ده هنتابعه بعد الفاصل ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا ضيفتنا النهارده الموديل هايدي محمود. اهلا بيكي يا هايدي. اهلا بيكي. اول حاجه كده كلمينا عن نفسك الاول. انا هايدي محمود، موديل ميك اب فاشون. ازاي بقى بديتي في مجال الموديلنج ده؟ انا بدأت من وانا عندي 14 سنه، بعد كده خدت بريك طويل شويه ورجعت تاني، يعني انا من بدري. طب وازاي قدرتي تطوري نفسك فيه؟ الاول كنت مفيش ميك اب ارتست انا ما نزلتش معاها او ما اشتغلتش معاها، كل اشتغلت معاه، يعني لدرجه ان انا دلوقتي بعد ما خدت البريك الطويل ده بتهيألي لو رجعت تاني رجعت للفاشون بقى. يعني بعدت عن الميك اب خلتني في الفاشون دلوقتي. طب وفي حد شجعك او كده، او انت ازاي يعني اكتشفتي نفسك في الموضوع ده او بديتي فيه؟ انا كنت حباه، انا اول بدايتي ليه كانت في ميك اب ارتست صاحبتي وكده، فعملنا سيشن مع بعض ومن هنا مره واحده بدا الموضوع. طب وازاي قدرتي انك تطوري نفسك في الموضوع يعني؟ بدات اشتغل على نفسي وعلى قد ما اقدر لغايه لما بقيت اوصل لشغل، بقيت اوصل لكل حاجه تمام. وفضلتي بقى الشغل مع ميك اب ارتست اكتر ولا شغل الفاشن اكتر؟ هو الفاشن احسن. وفي نفس الوقت بحب الميك اب، بس كاحسن الفاشن. طب وفي نوعيه لبس معين بتفضليه في الستايل بتاعك؟ على حسب، يعني كل ستايل وليه وقته. طب وهل انت شايفه ان المودلز الاجانب ممكن يكونوا مطلوبين اكتر عشان لا. ما بيبقاش عندهم خطوط حمراء شويه في الدريسز المايوهات الحاجات دي؟ اوكي ممكن في حاجات معينه، بس اللي احنا شايفينه دلوقتي ان الشغل مش على الاجانب خالص، بالعكس. بالعكس يعني بقى دلوقتي بقى يقلب، يعني مش بيحتاجوا اجانب اصلا، قليلين في حاجات معينه بس. طب وهل ليكي خطوط حمراء في الحاجات اللي بتصوريها ولا مش بتفرق قوي؟ اكيد في حاجات وحاجات برضه. طب ايه اكتر ستايل يعني بتحبيه؟ يعني انت قلتي لي على حسب، بس ايه يعني قول لنا النوعيه، مثلا بتحبي الدريسز، بتحبي بحب الدريسز، الكاجوال، بحب السواري؟ الفورمال، بحب الفورمال وبحب السواري. طب ولو اي واحده موديل عايزه تكون ناجحه تنصحيها تعمل ايه؟ هي هتشتغل على نفسها بس، يعني وتعمل سالري، ما تنزلش فري، ما تنزلش بسالري رمزي في الاول او اي حاجه، تعمل لنفسها سعر، عشان دلوقتي بقى كل الموديل في اللي بينزلوا فور فري عشان يتصوروا وخلاص، فاهمه؟ وفي اللي بتنزل بحاجه قليله. طب وواجهتي بقى عقبات في المجال ده كتير اكيد، يعني زي اي مجال الواحد ممكن في الاول بيواجه عقبات وكده. هو فيه، بس علشان انا عارفه لما باجي، يعني عارفه فين الصح او عارفه فين اللي هيبقى فيه ليا مشكله، وعارفه ايه اللي مش هيبقى ليا مشكله فيه. فعلشان كده انا لسه ما اتحطتش في الموقف ده. طب وما فيش حد معين شجعك في المجال ده؟ لا. يعني انت شجعتي نفسك وفضلتي عندك تارجت في الموضوع وكده. يس. طب شايفه نفسك فين في قدام؟ يعني عمرك مشيتي على الكات ووك وكده ولا لسه ما؟ مشيت. طب وكان ايه احساسك بقى في اول مره تمشي فيها على الكات ووك؟ اول مره خالص خالص لا، يعني انا ما كنتش عايزه اطلع، يعني بقيت اقول لهم يا جماعه مش هعرف اطلع، مش عارفه امشي، حاسه لو طلعت هيجرى لي حاجه. فبعد كده لقيت الموضوع لا حلو جدا، عادي مفيش حاجه، طبيعي. ايوه اكيد كان اول مره كده فيها زي رهبه كده، وبعدين كان اول مره يعني انا مش فاهمه حاجه، انا بعمل ايه وعمال اقول ان هي تخلص بسرعه، فالحمد لله يعني. بس بعد كده لا بقى الموضوع سهل، يعني عادي اكنك بتتمشي.
يعني اول مره بس خلاص. اللي كان فيه الرهبه دي، وبعدين بعد خلاص كده بقى لا ما خالص، حسيتيش ان الموضوع الموضوع صعب. بيبقى جدا، بيبقى سهل جدا بعد كده. طب وهل بقى بتتبعي نظام معين او دايت معين مثلا عشان تحافظي على جسمك وكده، ولا هو سايباها كده مع لا نفسها؟ سايبها كده مع نفسها. دلوقتي اصلا مش شرط اي موديل تبقى فلات، يعني زمان كان ممكن المودلز تلاقي اغلبهم فلات، دلوقتي وكانوا في هما بقى اللي مطلوبين اكتر، دلوقتي دلوقتي مش لا، شرط خالص. دلوقتي لا، بيبصوا الاحجام الكبيره كمان يعني بيبصوا قوي. للكيرفي مثلا مش شويه والبلاس سايز برضو شويه، يعني بقى في اختلاف دلوقتي. صح. طب وهل شايفه ان الجمال بيكون عامل اساسي للموديل عشان تكون ناجحه، ولا شور مش شرط؟ اكيد طبعا. يعني اهم حاجه. طب ايه مواصفات الموديل الناجحه في رايك؟ يعني تبقى بروفيشنال في كل حاجة، زي شكل، بتعرف تصور، بتعرف تدي النظرة للكاميرا انها تصور يعني في بوزات بقى معينة يس. وحاجات لازم طبعا تكون بالظبط، بروفيشنال عشان فيها. تبان ان خلاص يعني انتي بيرفكت. بس طب هل السوشيال ميديا ساعدتك في مجالك ولا مش قوي؟ لا، اصل في بعض الناس بيعتمدوا على السوشيال ميديا، في، انا مش بعتمد عليها. لا مش شايفة اصلا ان هي ممكن يبقى ليها دور؟ بصي، يعني مش عارفة بالظبط، بس انا ما جربتش الموضوع، لان انا اللي بشتغل معاهم، الناس اللي بشتغل معاهم عارفيني، فاللي هو بيدخلوا يكلموني حتى لو في ناس غريبة بيدخلوا يكلموني من تبع حد انا نزلت معاه وبنزل، فمش بعتمد على السوشيال ميديا وبالنسبة خالص. للسوشيال ميديا، هل شايفة ان هي وسيلة كويسة فعلا لو حد اعتمد عليها، ولا ده وسيلة مش اكيد. حلوة؟ اكيد اكيد هتبقى كويسة جدا. طب ايه يعني كان احساسك اول مرة خالص، انتي بتقولي لي بديتي وانتي عندك 14 سنة، كان ايه احساسك اول مرة بدأتي خالص؟ انا كنت صاحبتي زي ما قلت لك كانت ميك اب ارتست، فقالت لي تعالي، وكنت نازله مع الفوتوغرافر معاذ، تمام. فنزلت، كان اول لوك معايا، يعني انا لسه ما كنتش فاهمه اي حاجه، بس طلعنا السيشن حلو جدا. لقيت كل الميك اب ارتست كانوا بيكلموني وكانوا بيوصلوا لي، حتى صاحبتي دي هي ساعدتني برضو. فمن هنا بقى بدأ الموضوع، بقيت انزل اعمل لوك مع دي، تنزل الصور، احنا عايزين الموديل دي، يدخلوا يكلموني، خلاص بقيت اصور ميك اب بس. فترة زمان دي كنت ميك اب بس، مفيش طب فاشن وايه اللي عندي خلاكي خالص. توقفي في فترة معينة؟ كنت عايزة اخد بريك، يعني تعبت من الموضوع شوية، هل حسيت ان انشغلتي انا، في حاجة تانية مثلا، ولا زهقتي من المجال، لا ولا زهقت، لاني انا كنت شغالة كتير قوي ميك اب، انا تعبت ذات نفسي، فقلت محتاجة بريك شوية، ان انا استريح، افصل شوية، لاني مستريحتي يعني فصلتي كذا سنة بقى كتير، ولا فصلت كتير، عشان حصل لي كمان الاكونت بتاعي اتقفل، ما عرفتش ارجعه. الفيسبوك زمان كنا على الفيسبوك، ما كناش على الانستجرام، يعني انا كنت شغلي على الفيسبوك، فالفيسبوك بتاعي ما عرفتش ارجع حاجات كتير واتقفل، والانستجرام برضو، فراح البريك بتاعي طول بقى شوية بس، هل ده كان فاختفيت. فترة إحباط وكده، ولا كان لا مش مجرد بريك احباط، يعني؟ انا كنت عايزة اخد بريك، فجي الموضوع بقى ان الاكونت اتقفل ومش عارف ايه، فالبريك طول شوية، بس انا عادي، يعني كنت قلت عادي، كده كده في ناس كتير قوي هتكلمني، معاهم رقمي، هيتصلوا بيا، وده اللي حصل فعلا. وبعدين لما رجعتي تاني بقى رجعتي على الفاشن بقى على طول. رجعت فاشون، فاشون وميك اب الاثنين. طب وايه اكتر لبس صورتيه يعني؟ الدريسز والهوم وير والويدنج، صورت كل الفاشون، يعني كل حاجة صورتها. انتي بتقولي لي بقى انك مشيتي على الكات ووك قبل كده، هل كان في ايفنتات معينة او كده، ولا كان كان ايفنت، كانت ميك اب ارتست عايزاني، ولبستني دريس ومش عارف ايه، وعملنا الشو وخلاص. ما فكرتيش ترشحي نفسك في ميس ايجيبت؟ لا، ليه؟ ما جاش في بالي، يعني او في اي مسابقة؟ لا ما جاش في بالي، انا كنت واخده الموضوع ان انا بشتغل، انا بس بشتغل، ميك اب ارتست تكلمني مش عارف ايه، فخلاص بنزل، انا شغل على طول، فاهمه؟ فبس ما كنتش ان انا فاضيه ان انا اشوف حاجه تانية او اقدم في حاجه تانية، لا ما كانش في دماغي. موضوع حلو قوي، بس هو ما كانش في دماغي، طب ودلوقتي؟ يعني مش في مش دماغك بفكر قوي فيه الموضوع؟ برضه، يعني مش بفكر فيه برضه لسه. تركيزك اكتر في الشغل وكده يس، دلوقتي. في الشغل. ماشي، اتشرفنا بيكي يا هايدي ثانك يو صراحة، نورتينا يعني. بس قبل بقى ما نخلص فقرتنا دي، عايزينك كده تدي نصيحة للمودلز الجداد. بلاش الفور فري خالص، يعني حتى لو انت مبتدئه ابدأي كده بحاجه قليله، بس بلاش تنزلي من غير سالري اصلا، يعني ده هيوقعك انت، يعني هيوقعها هي في الموضوع ده، مش هتعرف تشتغل بعد كده، فده هيأثر.
خلاص تمام، دلوقتي خلصت فقرتنا وهنطلع فاصل وهنجيلكوا تاني بعد الفاصل.